مهم جدا 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 اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي. ايه اللي هتكلم فيه؟ ملف وقضية مهمة. الجزء الثاني ان شاء الله من هذه الحلقة هيكون معايا النجم الكبير كابتن أسامة عرابي والنجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، هنتكلم معاهم بشكل فني موسع عن مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي ان شاء الله المقرر ليها يوم 9 اكتوبر القادم. وزي ما حضراتكم عارفين مباراة ضمن مباريات الذهاب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. انا زهقت من الكلام اللي بيتقال في هذا الموضوع، مش انا اسلام، لا، جمهور النادي الاهلي كله زهق. عشان كده استوقفني تصريح مهم جدا، التصريح ده من عضو مجلس اداره في اتحاد كره القدم المصري ورئيس لجنة المسابقات، كان في الأستاذ عامر حسين كان في تصريح إذاعي وقال كده فيه بالنص. إسلام اللي بيقول؟ لا. جمهور الأهلي اللي بيقول؟ لا. أمال مين يا فندم اللي بيقول؟ أهو أمام حضراتكم، غياب الأهلي عن ملاعب مدن القناة أمر أمني ولا دخل له ولا دخل لأي شخص به. واضحة وصريحة. الحقيقة أنا خلال الكام يوم اللي فاتوا مداخلات عادية واستضافات لأشخاص بعينهم، هم نفس الأشخاص وهم نفس الناس بالمناسبة، بيحاولوا لما يجوا يتكلموا بيعملوا إيه؟ أنا عندي مشكلة، مش أنا إسلام، هو عنده مشكلة فبيحاول يصدرها أو يحاول يطلع بطل فيها، فبيعمل إيه؟ يقول لك إحنا نفسنا نعرف هو النادي الأهلي ما بيجيش يلعب في الحته الفلانيه ليه؟ ولا الحته دي ليه؟ ولا الحته دي ليه؟ اشمعنى الحتت دي النادي الاهلي بس هو اللي ما يلعبش فيهم؟ والنادي الاهلي مش عارف ايه؟ والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه اليومين ثلاثه اللي فاتوا. سبحان الله، ما اعرفش يعني استاذ عامر حسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم ورئيس لجنه المسابقات طلع رد على هذا الكلام بشكل واضح وصريح، صوت. بس احنا يعني ممكن في ملك وكتابه بقى وفي خط احمر يبقوا يجيبوا لكم هذا الامر، ولكن شكرا يا حاج عامر، شكرا يا حاج عامر، لان النكته دي كل سنه بيكون دمها خفيف. قبل في 3 4 ماتشات كده في الدوري قبل الماتشات دي يتقال لك ايه؟ الاهلي خايف، الاهلي مرعوب، الاهلي بيتجامل، الاهلي مش عارف ايه، اشمعنى الاهلي، اشمعنى مش عارف. مش حضراتكم تسمعوا زيي ولا ما تسمعوش؟ واحد ده عايز يعمل بطل لقدام جمهوره فيخبط في الاهلي، فيخبط في الاهلي ازاي؟ يقول له انا مش عارف هو الاهلي ما بيجيش يلعب في الحته دي ليه؟ مش عارف ايه؟ موضوع صعب، اصل الاهلي وصعب وبيجامل. وبعض الاعلاميين الزملاء للاسف الشديد ما بيستضيفوا اي حد، بيقولوا هو ليه الاهلي ما بيلعبش هناك؟ حضرتك الموضوع سهل وبسيط، نقدر نسال اي حد في اعضاء مجلس اداره الاتحاد الحالي او السابق او اللي قبله او اللي قبله او اللي قبله، من ساعه ما الاهلي بطل يلعب في المناطق دي ممكن جدا نجيب من ساعتها لغايه دلوقتي نعرف هو الاهلي ليه ما بيلعبش. فزهقنا يعني، وبعدين بقت نكته يعني هزليه وليس لها محل من الاعراب، وما بتضحكش يعني بالمناسبه، وهي استهلاك اعلامي ولبعض الناس اللي بتشتغل في هذا المجال وما عندهاش حاجه تقولها فبتسال هذا السؤال. فيلا بقى نعمل فيلم ونزود نسب، ما هو الاهلي بيبيع زي ما حضراتكم، ما هو الجرار، هو الجرار، مش انا اللي قلت، برضو انتوا اللي بتقولوا كده، حاجه غريبه جدا. فسبحان الله بقى النهارده بنشوف الاخبار والدنيا ومين بيقول ايه، وهنا لقينا الخبر ده. فقلت لهم يا شباب يعني خبر زي ده استاذ عامر حسين اتساله في برنامج اذاعي فطلع رد بهذا الرد، قال يا جماعه الاهلي ملوش علاقه بالموضوع اطلاقا ولا ليه حد له شخص، ده موضوع امني، الامن مش عايز الاهلي يروح يلعب هناك، لكن احنا كنادي اهلي، النادي الاهلي يعني دورنا كان كنادي اهلي ان احنا نساعد الجهات الامنيه، مالناش علاقه. حضرتك لو قلت لي روح العب في المريخ، في المريخ هروح العب في المريخ، انا ما عنديش مشكله، انا بكسب اي حد. مباراه كره قدم هي بالمناسبه اتغلبت او كسبت، عشان بس ما حدش ياخد كلامي لمناطق تانية، لكن بالمناسبه اتغلبت كسبت اتعادلت مش مشكله، هي مباراه كره قدم، فالعب ما العبش، ما ياما لعبنا وياما هنا وياما، وانا يعني ناس كتيره جدا لعبت في اماكن كتيره جدا. ايه اللي بيحصل؟ ما تفهمش.
لكن هو اصبحت نكته زي ما قلت لحضراتكم، مالهمش، ليس لها معنى، ليس لها معنى خالص. احترامي التام وعشقي لكل الانديه وحبي واحترامي الشديد جدا جدا لكل انديه الدوري الممتاز، ولكن الاهلي لا يخشى احد على المستوى الفني، والكلام ده من قديم الازل مش دلوقتي بس بالمناسبه. ارجع حضرتك للتاريخ وبطولات الاهلي، ما هتكلم اقول ايه غير كده، ان بطولات الاهلي سواء دوري او كاس او سوبر محلي او افريقي او بطولات افريقيه هتبين لك ان الاهلي بيخاف ولا لا. موضوع بسيط من غير اي، والله من غير اي، من غير ما حد يشغل دماغه، من غير ما حد يطلع يشتم، من غير ما حد يطلع يقول كذا، يا فندم الموضوع بسيط. افتح كتاب التاريخ صفحه النادي الاهلي الدوري رقم، صفحه البطولات طبعا، الدوري رقم 10، اي دوري حضرتك عايزه، في 42، فاي دوري فيهم تفتحه تعرف النادي الاهلي في الفتره دي لعب فين وما لعبش فين، ولعب فين وكسب مين وما كسبش مين، او اتعادل مع مين، او اتغلب من مين. سهل، موضوع بسيط. من فات قديم متاه. ارجع للقديم والتاريخ وحضرتك تعرف، هتعرف عظمه الحاضر برجوعك للتاريخ. دايما يقول لك ايه، هو النادي الاهلي بتتكلموا انتوا دايما بالقديم، يا عم ما هو هنتكلم بالقديم، لان القديم او تاريخ النادي الاهلي هو اللي بيخلينا دايما نبقى فخورين، هو ده اللي بيخلينا رافعين راسنا فوق. مش كل شويه هنسمع نفس هذه النكته التي ليس لها معنى، نكته ملهاش معنى. كل الانديه محترمه وكل الانديه على دماغي من فوق وكل الانديه، ولكن هي نكته غير مستحبه خلاص. اقرب منافس للنادي الاهلي بالارقام سواء محلية أو أفريقية قدامه سنين ضوئية ليصل لما وصل إليه النادي الأهلي. وأنا هنا برضو ولا بتريق ولا أنا بقول كلام، أرقام، أرقام النادي الأهلي، ماليش علاقة بطيب، ماليش علاقة بأي نادي تاني، أرقام أو بأندية تانية، أرقام النادي الأهلي. بتقولوا تقدروا برضو تقولوا إن أنا بتباهى وبفتخر بالنادي الأهلي، وحقي حق كل أهلاوي إن هو يفتخر بالنادي ويتباهى بناديه وبأرقام ناديه، لأن أنا سابق كل الأندية سواء محلية أو أفريقية. في الآخر تقول لي بتخاف، هو مش عارفين ليه، وتلاقي الجرافطة وحط إيده ورا ظهره يقول لك مش عارفين ليه النادي الأهلي ما بيلعبش. هو حضرتك ليه مش عارف ليه؟ الموضوع بسيط، موضوع بسيط، سهل قوي 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 إن أنت تروح وتسأل يا جماعه، روح اتحاد الكره هم يقولوا لك. الحاج عامر حسين اهو قال الحمد لله والشكر لله، ان الحاج عامر حسين رد وقال لماذا لا يلعب النادي الاهلي في مدن، هو نفسه تحديدا قال كده، مش انا، مش اسلام، والله ما اسلام، والله ما جمهور النادي الاهلي، والله. ف عايزين نعمل دايما منافسه رياضيه محترمه. الخوف مالوش عنوان فيها، يعني احنا بنلعب النادي الاهلي نادي كبير وعظيم، نادي كل الانديه اللي موجوده في مصر انديه كبيره وعظيمه ولها مكتسبات، الانديه الشعبيه تحديدا بقى كمان دي، لما تيجي تتكلم على الانديه الكبيره دي والشعبيه دي لا تقدر تتكلم وتقول. فاكرين ماتشات الاهلي مثلا والاسماعيلي، الاهلي والزمالك اللي بيبقى فيها جمهور بتبقى عامله ازاي؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ هل ممكن ده يحصل مره ثانيه؟ ماتشات الاهلي والاتحاد في استاد اسكندريه وفي استاد القاهره بتبقى عامله ازاي؟ تخيل ماتشات الاهلي والاتحاد، طب في اسكندريه ماشي، لكن في القاهره بتلاقي جمهور اسكندريه اللي بيحب النادي الاتحاد سيد البلد يجي ويقعد ويتفرج. انا عمري ما انسى، انا اهو بقول عمري ما انسى مباراه الاهلي والاسماعيلي 4-4 في استاد القاهره. جمهور الاهلي ثلاث ارباع المدرجات، وجمهور الاسماعيلي كان قاعد في جزء كبير جدا، والجمهورين بيشجعوا بيحيوا بعض. انا ما اعرفش هو في ايه، ايه اللي بيحصل خلال هذه الفتره، ما اعرفش الناس عايزه تعمل ليه. البعض بيحاول ان هو يعمل فتن. هو انا معلش يا جماعه انا اسف جدا والله، هو انا لما اطلع اقول ان النادي الاهلي اعظم نادي في مصر يبقى انا بعمل فتنه؟ انا بقول حقيقه. بتقول حقيقه ازاي؟ بقولها بالارقام. عد 1 2 3 لغايه 42، عد. حتى لو فيها بعض الامور البسيطه مفيش مشكله، بتعدي على فكره زي ما انا بسمع.
هو حد في مصر الجيل اللي شاف المباراة دي بتاعت 4-4 أهلي وإسماعيلي، حد في مصر كلها، الناس اللي قاعدة اتفرجت على هذه المباراة الأهلي والإسماعيلي في استاد القاهرة 4-4، واحدة من أجمل البعض بيصنفها مباراة القرن، هي ومباراة الأهلي والزمالك في الكاس اللي بعدها بـ 4-3 للنادي الأهلي. أسامة حسني جاب جونين، وأبو تريكة اللي في الجون في آخر ثانية 2-2 ومتعب لو تفتكروا هذه المباراة. المباراتين دول أهلي وإسماعيلي وأهلي وزمالك، الأهلي والإسماعيلي مثلث أو مثلث كرة القدم المصرية، أنا دايما هفضل أقول كده، أهلي زمالك إسماعيلي، مع احترامي لكل الأندية اللي عايز أهلي زمالك إسماعيلي، محدش، أنا بقولها أهو من داخل قناة النادي الأهلي، مش بقيس أنا بقيسها، ما تقوليش حاجة، قولي دايما طول عمرنا متعودين على كده، نقول الأهلي الزمالك الإسماعيلي، نيجي نحسبها أرقام هنقول أهلي زمالك إسماعيلي، شعبية أهلي زمالك، كل حاجة قول اللي أنت عايزه. فهل أنا لما أقول كده ده يزعل حد؟ يزعلك ليه؟ إيه اللي يزعلك في اللي أنا بقوله؟ هو أنا لما أقول إنه كرة القدم بدون الجمهور لا تسوى شيء، ده يزعل حد؟ ما تخلينا نشوف هو أنا ليه؟ أنا على فكرة المقدمة دي أنا ما كنتش حاططها، أنا بقولها من دماغي، جت في دماغي كده فبقولها. ليه؟ لأنه أنا اللي أنا شفته من شوية، من 40-50 واحد، شوية شباب زي الفل بيحبوا ناديهم، راحوا وقفوا لهم شجعوهم. هو احنا في مصر انا كاهلاوي عايز ايه غير ان انا اشوف ال 11 واحد اللي بيلعبوا؟ عندنا ماتش يوم 9 سبتمبر وماتش بعديه 15-16 او 14-15-16. الماتش التاني ده لما يتلعب في استاد القاهره مثلا او في استاد الاهلي والسلام، استاد الاهلي والسلام، وتلاقي المدرجات دي مليانه، ايه اللي ايه احلى حاجه في الدنيا؟ الزمالك وهو بيلعب في دور ال 32، الماتش الاولاني عنده، الماتش اللي هيتلعب في القاهره، لما تلاقي ملعب بطل بروندو، لما تلاقي الاستاد كله مليان، وحش في حلو لطيف، عايزين نشوف، هو ده اللي عايزين نشوفه. بعد كده ماتش اهلي وزمالك تلاقي الجمهور مالي الاستاد وحاجه جميله جدا، اهلي واسماعيلي جمهور مالي الاستاد وحاجه حلوه جدا. ياما شفنا وياما هنشوف وياما بنستمتع وبنستمتع بالجمهور والمناوشات اللطيفه الجميله اللي ما بين الجمهورين في اي انديه، بس تبقى لطيفه بعيدا عن اي حاجه، يعني انتوا عارفين الكلام اللي احنا نقصده. لكن انا ليا صاحبي ما بيحبش الاهلي، وليا صاحبي زملكاوي، وليا صاحبي اسماعيلاوي، وليا صاحبي هنا، وبنلعب بلاي ستيشن وبنزق في بعض وبنعمل، ما هو ده الطبيعي بالمناسبه. انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل، تيجي تتكلم تلاقي 4-5 بيعملوا فتن، يقول لك ايه هو ليه الاهلي ما بيلعبش في مدن؟ يا جماعه عيب، تبتدي الناس تسخن مع بعض وتمشي ورا الكلمه دي وتمشي ورا الكلمه دي. ولكن الحقيقه ان النادي الاهلي ليس طرفا في الموضوع. النادي الاهلي والنادي على بالمناسبه ولا اي نادي تاني ليس طرفا في الموضوع، ولكن هو واحد طالع مسؤول او اعلامي طالع بيتكلم عن، هو مش يعني مش عارف المواضيع، مش عايز اقول كلمه اخرى، لكن هو مش عارف المواضيع من الموضوع. هو الهدف، هدفه هو التقليل او تقليل قيمه النادي الاهلي، وده مش هيحصل ابدا. ف كان الحقيقه يعني انا بشوف ان تصريح الكابتن عامر حسين مهم جدا في هذا التوقيت قبل انطلاق الدوري او حتى اجراء القرعه. انا ما اعرفش القرعه ما اتعملتش ليه لغايه دلوقتي، لكن ماشي، اجراء القرعه اللي ما اتعملتش لغايه دلوقتي عشان بس الحقيقه تبقى واضحه للكل بصورتها الكامله، والحقيقه تكون واضحه للجميع. عمر النادي الاهلي ما كان ضد اي قرار لاي جهه في سياديه او جهه امنيه او جهه صحيه او جهه اي حاجه، بالعكس، كل ما بالعكس طول الوقت داعم ومساند لعدة أسباب، أولها الدور الوطني اللي أسس بيه النادي الأهلي واسم النادي الأهلي، ثانيا اللي هو كان الدور الوطني في بداية تأسيس النادي الأهلي وبنشوفه ده في محاضر مجلس الإدارة، في برنامج محاضر مجلس الإدارة، ثانيا الفريق ما عندوش مشكلة يلعب في أي حتة، هو بتارجت حاجة واحدة فقط وهو ونتيجة واحدة هي الفوز وحصد الثلاثة نقاط. في النهاية هي مباراة داخل الملعب، يكسب اللي يكسب ويخسر اللي يخسر، لكن تظل دائما العلاقات ما بين الجماهير المحترمة تظل دائما موجودة. ف
ان شاء الله ان شاء الله نجد الموسم اللي جاي حلو في كل حاجه. يا رب يا رب يا رب ده يحصل، لانه نفسنا نشوف الجمهور بقى.